أعوان التجارة وشركاؤهم بولاية عين صالح يتحركون وبسرعة لتنشيط حملات توعية وتحسيس ضد الألوان المثلية وما تهدف إليه من خدش للقيم والأخلاق. الحملة هذه التي نظمت عبر الفضاءات التجارية النشطة بوسط مدينة عين صالح تمت الاستعانة فيها بالأئمة لتبليغ الرسالة. في إطار الحملة التي قمنا بها وجدنا كثير من المنتوجات التي تحمل هذه الشعارات، ومن ضمن هذه المنتوجات وجدنا مصحفا للقرآن الكريم برواية ورش، رواية التي نقرأها نحن هنا في الجزائر، تحمل نفس الألوان التي هي منافية للعقيدة. عديد المحلات والدكاكين كانت ضمن برنامج نشاط الحملة قصد توعية التجار وتحذيرهم من بيع المنتوجات المستهدفة. تحسيس حول هذه المنتجات المعروضة التي بها هذه الرموز وهذه الإيحاءات، نداء لازم نوجهه لسلك المواطنين، ضرورة الوعي. الوالي كيكون مع الطفل نتاعو منا يكون عنده ذاك الوعي وذاك البعد باش انه هذه المنتجات اللي فيها التدرج على الالوان الميتيلين راهي تمس بالعقيده. كجمعيه حمايه المستهلك نرفعوا هذه الدعوه وكذلك هذه الكلمه لكل المستهلكين وكذلك لكل التجار من عدم اقتناء وعدم مشاركه في اقتناء هذه المنتجات اللي تحتوي على ايحاءات وكذلك تحتوي على يعني رسائل مسمومه تبث في مجتمعاتنا الاسلاميه. هذا ورغم بعد ولايه عين صالح عن أسواق الجملة الأكثر رواجا لمثل هذه المنتجات، إلا أن محلات عين صالح لم تخلو هي الأخرى منها، بل ضبطت بها أيضا مصاحف قرآنية ذات صلة بالموضوع.